الأجواء هنا في مطار عقال في مدينة هرقيسة أجواء استعدادية لاستقبال وصول الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في زيارة تعتبر الأولى من نوعها منذ فترة. يتواجد في المطار الرئيس الصوماليلاندي موسى بيحي عبدي وعدد من أعضاء حكومته ورئيسي مجلس النواب والشيوخ للاستقبال. كما تشاهدون الفرق العسكرية والغنائية متأهبة ومستعدة لوصول الوفد القادم من مقديشو. خارج المطار احتشد عدد كبير من الجماهير لمشاهدة هذا الحدث الذي لم يألفوه منذ أن انفصلت صوماليلاند عن الصومال في 1991 للميلاد. ومن المتوقع أن يبقى الرئيس الصومالي في مدينة هرقيسة 3 أيام كما هو معلن. عبد الملك علدون، الجزيرة، هرقيسة. مشاهدي الكرام، أهلا بكم. وصل الرئيس الصومالي إلى عاصمة الجزء المنفصل من الصومال هرقيسيا، ومعنا من تلك المنطقة مراسلنا عبد الملك. عبد الملك، أهلا بك. أهلا مريم. عبد الملك، ما هي انتظارات السكان في أرض الصومال وبالتحديد في هرقيسيا من زيارة الرئيس؟ مريم، أولا دعينا نضع المشاهدين على الوضع وكيف وصل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو صباح اليوم الى مدينه هرقيسة عبر مطار عقال. تم استقباله هناك بحفاوه من قبل رئيس صوماليلاند موسى بيحي عبدي وعدد من اعضاء حكومته ورئيسي مجلس النواب والشيوخ. كذلك احتشد عدد كبير من الجماهير خارج المطار لرؤية ومشاهدة هذا الحدث الكبير الذي لم يألفوه منذ أن انفصل الشمال عن الجنوب في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. المطالبات هنا كثيرة يا مريم، وأهم المطالب التي سوف يضعها الشعب الصوماليلاندي وقادته أمام الرئيس الصومالي هو الانفصال لا غيره. الشعب الصومالي لاندي مصرون على الانفصال، هم انفصلوا وأعلنوا انفصالهم في 18 من مايو سنة 1991 للميلاد بعد يعني حرب أهلية طاحنة. الآن الرئيس محمد عبد الله فرماجو والرئيس الصوماليلاندي موسى بيحي عبدي في اجتماع مغلق، حول ماذا يناقشون لا ندري. بعض المصادر تقول. نعم عبد الملك، هل من المرتقب التوصل إلى تسوية بعد هذه الزيارة؟ تسوية مبنية على الطلبات المطروحة. الشعب الصوماليلاندي يعني من الصعب ترك قضية الانفصال، حتى لو القادة اقتنعوا بطرح الرئيس فرماجو الشعب غير مقتنع، ولا ندري ما الذي ستؤول إليه الأمور. نعم، مراسلنا عبد الملك، شكرا جزيلا لك. ومشاهدي الكرام، شكرا جزيلا لكم.